كذا بيشوف الحرف واضح. هكذا تعلمنا وهذا صحيح. بس بعد ذلك نحاول احنا نسهل الامور. اولا احنا خط الرفعه شوف هسه اذا خلي الف هاي 1 باو ما تبين 1 2 3 شوف قديش باو احنا نحتاج. انا احتاج حرف يكون بهذا البعد. وين العادي تكتب لي الاحمر والاسود؟ اي الاحمر الاحمر والاسود اي هذا. شوف احنا نحتاج حجم اقل شيء عشان يشوفوا الاخوان هكذا. هسه في ناس حيقول لي هذه مش مربعه مستطيله الشكل. هذه مستطيله، اذا كانت مربعه تكون هكذا. هذه مستطيله الشكل زواياها الاربعه شبه قائمه. لابد. بس تقريبا شو نحكي بيه؟ كلمه نستعمل شبه وتقريبا. لان احنا ما عندنا زاويه عشان نقيس صار حرف يابس، لازم في ليونه بالحرف، يعني زاويه 1 2 3 4 5. هذه تستعمل لخط الرقعه وتستعمل ايضا لخط الديواني اللي هو 2. اما خط النسخ تصير هكذا زواياها متوازيه، ليس زاوية 90 ما فيها، متوازية هذه اللي هذه التعليل علامة اللي بالمرور معين معين شكل معيني ما في زاوية 90. هذه تقريبا زاوية زيها يعني مستطيل، لأن هذا الخط هذا رقم واحد نسخ معين معين. يس 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 الرقعة شبه هاي واحد هاي اثنين مستطيل وهاي ثلاثة هذا ايضا ما نقول عليه نطلق عليه كلمه لابد لابد لا تقريبا ثلاث نقاط، لان احنا نكتبه بالعلم مجرد وليد ما في قياسات، بس قياسات نظريه ندرسها من النقطه اللي حندرس احنا النقطه هاي بوينت هي من عندها نكتب كل الكتابات، بس لازم ايش بدنا ندرس ابعادها ابعادها هاي شكلها. He say always when we حتى نفرق بين خطوط الرفعة والديوان الثلث لخط الإجازة هي سبع أنواع. إحنا هسه نجي من البسيط عشان نقدر نوصل للثاني ونقدر نوصل للمهم. نمبر 3 خط النسخ. He say that we start with those three points. Usually we guess the dimensions with our brain. Like how much big we want it. Usually, the first kind, which is ruk'a, is the way that we write it. It just looks like a rectangle. Almost all the triangle, the angles in it is 90 degree. While the last kind, is we make it more diamond type. So each two angles are similar in front of each other. We're gonna start with the simplest, and then in the other, like the first five sessions, we work out with the simplest type, and then we go forward. بس المهم إحنا نتعلم هذا القلم عفوا ست